المساكني علاش دخل المساكني بتاتر بيان يقول لك فريق الخصم خاسر باش يندفع القدام برشا فهمتني ومساكني يمكن يلقاوش لي زيسباس بالعكس مش هو موفق الاثنين في هذا جوستومون تا قلت انت يوسف فيران جوار دو كولوار تي هاك قلت انت هاك قلت انت معناها المفروض فخر الدين بن يوسف فيزيكمون حاضر ومريقل وكل شيء هو يمشي لك في لي كونتر اتاك وفي سولو بلان ديفونسيف فخر الدين بن يوسف كي تلعبوا في الكولوار يرجع ويغطي الكولوار تاعو يوسف ما يرجعش ويغطي الكولوار تاعو معناها احنا سولو بلان ديفونسيف ضعفنا الفريق نتاعنا مش قويناه. انا سؤال باش نرجعوا لسامي تشوف يوسف كان لازم يهبط في الميتون معناها انا ما نعيطلوش ليكيب ناسيونال بكل في الحاله نتاعو السنوات الاخيره هذه القليله السنوات القليله السابقه هذه ما نهبطوش شفتوه يوسف مس كره عملت مره الماتش الماضي ما كان سيء كي هبط انا شوف وكان مش نحكمه شوف كان مش نحكمه على لاعب في 10 ماتشات على درجين عملهم وهذايا اللي قاعدين نحكموا على يوسف المساكني شوف هذا فريق وطني وهذه كونكورنس والاحسن هو اللي يلعب اي لو بلوز اون فور واللي عنده مردود تكلم وجدي قبيليك على الاستاتستيك تجي الاستاتستيك وكل الاستاتستيك مش بتاع لاعب في الفريق الوطني شوف لا نشكوا في القيمه نتاعو في الميكرو القيمه السابقه يوسف المساكني اليوم ما نجم يعطي حتى شيء للفريق الوطني ما نجم يعمل حتى ما نجم يعطي حتى شيء شفنا انا اللوم على مدرب ولا على ناخب وطني يعيط له ويحطه في لي كونديسيون هذوكم ويعرف وما ينجم يعطي وما ينجم يعطي حتى معناتها بلوس الواحد هذا في الاخر بكل شنو مش يصير ما هو الراي العام مش يقلب عليه الراي العام وهذا شنو اللي صاير اليوم ما نقراو فيسبوك ونقراو الجرايد ونعرفوا شويه كوره واحد وكل مساكني شي يعمل في ليكيب ناسيونال مساكني وقتها كان جدير بالفريق الوطني هو يلعب وهو كابيتان وهو ديسيزيف وفات الحكايه هذيا عندها عامين ثلاثه الى متى مش نقعدوا اذا معناتها الى متى مش نقعدوا نعملوا الحاجه هذيا وبعد ثم نقطه مهمه جدا 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 انا ديما نتخالف فيها مع المدربين ندخل فيها مع المدربين نجي نتكلم مع المدرب قبل مباراة ولا بعد مباراة يقول لي هذاك اللاعب هذاك قلت له مش يعمل هذاك واللاعب هذاك وانا عملت تخطيط هذا اللاعب وقتها ما نجمش يعطي وقتها ما عندوش المستوى ما نجمش يعطيك ما نجمش يعطيك تنجم تعمل تكتيك تحب يلزمنا نتفاهم ولا حاجة وقلناها معناتها في الحصة معناتها السابقة قلناها في الحصة السابقة قلنا شنية التقييم الحقيقي اللي معناتها مستوى اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني النجم نجي انا اريير لاتيرال ونقول له مش تعمل هكا ومش تخرج من هوني ومش تسنتر ومش تمشي واحد وقتها هو ما ينجم فما لاعبين اليوم في الفريق الوطني مساكني تكلمنا على فرجاني ساسي تكلمنا على بن يوسف تكلمنا على برشا لاعبين حتى او نيفو دو لاك سنترال حتى او نيفو ثم لاعبين ما ينجموش يعطيو يا اسلام ما ينجموش يعطيو اذا ما ينجموش يعطيو باش نرجعوا في الاخر بكل النقاش باش نرجعوا النقاش شنية معناتها الاختيارات الاولية وبعد الاختيارات معناتها في المباراة وبعد الاختيارات اثناء المباراة ثم لاعبين ما عندهمش بلاصتهم اليوم في الفريق الوطني ثم معناتها يلزم تعاود تفكر الفريق الوطني هذا يلزم تعاود تفكروا من الاول جديد ما تجيبليش لاعب ما يلعبش في الفريق نتاعو ما تجيبليش لاعب في صعوبه في الفريق نتاعو ما تجيبليش لاعب ما يكورش بكل هذه هي المشكله الاساسيه والنقاش نحن منذ سنوات ما زلنا في الحكايه هذه لذا معناتها انا يوسف المساكني حرام عليك تهبطوا طلعش انت بوكسور للرينج طلعش بوكسور للرينج ماهوش حاضر ماهوش شكل تريحه هذا هو شنو اللي صاير بالنسبه لي انا اظن اظن انه يوسف المساكني ولا واحد يشك في موهبته في امكانياته وكل شيء انا ديما هذا المبدا نتاعي نقول يوسف المساكني كيبدا جاهز اتونسيون باش ما يتاولش كلامي كيبدا جاهز يوسف المساكني مكانه موجود في المنتخب كيبدا جاهز قداش عنده مجاز كيبدا موج او باش نقول لك يبدا موج جاهز ليس له مكان كلاعب اساسي في المنتخب اليوم جاهز ولا مش جاهز؟ توا مازال ماهوش جاهز اون بليس توا ديبي دي سيزون هو بيدو خرج من التحيل راهو خرج من التحيل مشى للنادي العربي راهو مش كيف كيف بالك في قطر مش كيف كيف
نادي الدحيل يعني تقريبا اكبر نادي يعني توا في الوقت الحاضر اللي هو فيزيون تاع الاخويا ونادي الجيش. دونك اكبر اكبر فريق اذا كان الفريق استغنى على ملاعبي تسيكو المستوى نتاعو طاح والمدربين الاجانب تعرف غاديكا ما يجاملوش. يوسف مساكني موهبه لا شك فيه ولا اختلاف، لكن كي يبدا ماهوش جاهز يظل أنا المدرب يضر فيه اكثر من اللي ينفع فيه. سامحني بسرعه شوف الباركور نتاعو، الباركور نتاعو اخرني خرجته ليكيب الاولى مشى لبلجيكا تعرف شنو اللي صار، جاء توا هونيا هاو خرج هذه وقتها يفض المشاكل نتاعو وقتها يبدا جاهز هذيك كلام اخر، هذيك خطاب اخر. نحكي مانيش نحكي على مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه، نحكيه على ثلاثة سنوات وجدي. شوف اللاعب محتاج المدرب نتاعو، شو معناها؟ حتى وقت اللي يكون في أسوأ الحالات نتاعو محتاج المدرب اللي يحميه في فريقه مش في الفريق الوطني. خلي المدرب اللي يحميه في فريقه ولا حتى في الفريق الوطني، شو معناها في الفريق الوطني يعني في المنتخب؟ وقت اللي انت متكون مكش جاهز ومكش حاضر 100% ونعرف الامكانيات نتاعك بعيده على المستوى الحقيقي نتاعك، ما نلعبكش نحميك اكثر. بالضبط هذا ما نحميك اكثر. نعرف يوسف المساكني قيمه فنيه كبيره برشا، وفي وقت من الاوقات كان هو هز المنتخب وهز الترجي وكان في احسن فترات نتاعو. تجيك فتره كل لاعب تجيه فتره يبعد على المستوى نتاعو، الى بزوان دان اونترينور اللي يحميه يبعده في وقت من الاوقات. يزمك البنك كي تقعد فيه يجيك يرجع لك بالفايده اللي كنت. أنا سامحني انا في وقت من الاوقات في بنزرت ما جيتي با اون فور وكنت بعيد ومانيش كونفوكي وقعدت شهرين وثلاثه بعيد ومانيش كونفوكي، بعد اربع شهور رجعت نكور تيتولير رجعت لكيب ناسيونال. ما عندوش بلاصتو تشوف كمال اليوم يوسف في المنتخب؟ بتاتر عنده بلاصتو في وسط الجروب مع المجموعه مع اللاعبين عنده بلاصتو، لكن انت وقت اللي باش تهبطوا يوسف ديما عندنا كل حساسيه ليه نحبوه يعني سيتان جوار يعني دل يعني اللاعب المدلل في تونس ديما نستناو منه باش يعمل اي حاجه ولي كابال في اي وقت في المباراه يجم يعاونك يجم يدز الفريق، لكن توا في الوقت في الفتره هذه انا جو بريفير نخلي يوسف في الفريق نتاعو يتدرب يحاول يرجع المستوى نتاعو يحاول يرجع يكون اساسي يحاول يطلع اكثر في المستوى نتاعو بعديك يكون يرجع بالفايده للمنتخب. مش معناها نقصيوه نحن المنتخب. الحاجه تكلمت عليها انا انه الفتره هذه طالت في حاله معناتها يوسف المساكني طالت الحاله. توا كمال زعيم تكلم قال انا في فترات في بنزرت شهرين وثلاثه شهور وانا كنت بناكشي وما كنتش تيتولير وما كنتش حتى كونفوكي وكل، لكن رجعت. يحكي على شهرين ثلاثه شهور اربع شهور يجاو معناتها موضوعيا نحكيو على يوسف المساكني قداش يوسف المساكني. هو من الكروازين باهي سامي ريت حكيت على نفسي شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور. كي جيت في الشهرين هذوكم ها شهرين وثلاثة شهور هذوكم ونبدا كونفوكي ونلعب أساسي تكروا أنا باش نرجع في بعد ثلاثة شهور أنا في التوب نتاعي؟ بيان سور كو متفاهمين يلزمك أربعة خمسة شهور متفاهمين فيها هذه. دونك ديما تحاول تلقى شكون يحميك وتحاول ديما تحاول حتى اللاعب زاد يراجع نفسه شوية ويرجع المستوى والصورة اللي يعرفوا عليها الناس. باهي خلينا نحكي سي وجدي على المنتخب مستقبلا، اليوم ست نقاط نجم نقولوا حاطين السيق في البراج. شوف انا بالنسبه لي انا من نهار الاول انا كنت مش متاكد لكن كنت نقول لي منتخب تونسي باش يكون عنده اكبر يعني حظوظ يعني من الفرق الاخرى، لانه بصراحه غينيا الاستوائيه لعبنا لها مستوى ضعيف. زامبيا اللي لعبنا لها اليوم عندها بعض الامكانيات الفرديه في الهجوم لكن دفاعيا هو عنده زوج احسن من لاعبيه في ليستر سيتي ما جاوش فريق زامبيا اي ما جاوش. دونك نتصور مش باش يجي ما جاوش على الامور نتاع الكورونا وفي دونك نتصور قلت لك فريق زامبيا يعني فيه بعض الفرديات في الهجوم اللي كانوا نجموا يقلقونا وقلقونا وصلونا برشا مرات وضيعوا انفرادات ضاعت وغيره. دفاعيا فريق معناها عندهم السذاجه شويه هكا فهمتني، عندهم السذاجه الدفاعيه اللي تنجم تمركي لهم فهمتني. دونك ماهوش المنتخب الكبير ف
فريق موريتانيا تحسن متطور وكل شيء، لكن مش بالصفة اللي مش ينافسنا بصراحة على البطاقة نتاع باش نترشحوا للفاز الاخرانية نتاع التصفيات. فهمني بالنسبة للمرحلة هذه كل ككل أنا نشوف أنا المنتخب تاعنا بقدرة ربي باش يتعدى يتعدى، لكن أنا ديما راني نخزر البعيد، راهو مش هذه تصفية كأس العالم، راهي تصفية كأس العالم وقت يأخذوا العشرة فرق الاخرانيين الدمادم كما قلت لك خبيره باش تقعد لك المغرب باش تقعد لك الجزائر باش تقعد لك المغرب والجزائر من انت اللي ما نلعبوهمش بول كوت ديفوار تتعارك هي والكاميرون شكون اللي بشي واحد منهم باش يخرج يروح شنو واضح المغرب والجزائر ما نلعبوش معاه في البلاش. لا نحكي لك العشره الاخرانيين انا اللي باش يقعدوا باش يقعدوا لاميور لاكريم باش تقعد اللي باش يقعدوا كلهم قويين وكلهم باهين فما قال شويه مثلا فما بوركينا فاسو يمكن تتعدى زيدا كيف كيف نجم نواجهه بون مازال 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 بوركينا فاسو مش شويه اما ليسونسييل كل ايكيب باش تتعدى الاولانيه على اربعه من واحد سيكو ما تستاهل تتعدى دونك نلقاو مش نلقاو منتخبات يعني تحترم نفسها اقوى من زامبيا وبعد هذاك الدور الاول في كاس العالم ما تقعدوش في المستوى ايش قلنا كمان باهي الستاج الجاي دوبل كونفرونتاسيون مع منتخب موريتانيا تشوف فيهم لاعبين نجموا يكونوا موجودين نجموا يعاونوا في المنتخب اليوم ما كانوش موجودين توا لا يبقى توا براتيكمون يعني كما قال توا يعني صعيب تعاود تعيط لاعب اخر ولا زوز لاعبين اخرين في يكونوا في عاودوا يجيو في المجموعه باش تعاود من الاول جديد تكون شي تينابات 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 يعني بكود شوا يعني توا سيرتو في الوقت هذا اللي نحن موجودين فيه عندك مجموعه تخدم عليها ما تقعدش انت كل مره كل ستاج ولا كل مباراه تعاود تلوج على لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه عندك مجموعات تحاول تركز معها اكثر تحاول ولا انت وقايد باش نعملوا هيك مع تستاتيو في المنتخب بيان سور لازم تكون فما لازم تكون فما فما فما, فما لاعبين اللي موجودين في المنتخب وقت اللي تشوف المباراه وقت اللي تشوف تتفرج في المباراه بتاع المنتخب تعرف اللي فريق هذا ماشي يعني في ثنيه صحيحه وماشي قاعد يخدم في خدمه صحيحه وعنده دي زوبجيكتيف باش يوصل لهم دونك باش نقعدوا نحن في كل مباراه نلوجوا على لاعب من البلاصه الفلانيه ولا نستناوش نستدعاو لاعب من البلاصه دونك ليه ماش تفكير نتاع منتخب لكن نوصلوا نخموا بالطريقه هذيك انا سمحت لكن هو امثله نعطيك مثال معز حسن المباراه الوديه كلها ملعبها مو برومي جارديان توا مش موجود فخدي بن يوسف ما شارك حتى سجود وما عيطلوش في اللي ماتش يكون ثلاثه اليوم اللي هما يحضروا للماتشات هذا توا نقاوه تيتولير دو ماتش دو ماتش تيتولير شو تحب تقول سي واش ما فهمتكش شو تحب تقول انا متنجم تتفاجر هذا ما ينجم يفاجئك بانتداب واحد توا باش يبدا انت والفورم نتاع الملاعبيه ولا فخر الدين عملوا على ثاني موسم باهي مع الاسماعيلي من الهدافين في بطوله مصر معنا ومشاو بيراميدز نحاسبك كمدرب لو انت كاينك مدرب منتخب نحاسبك على كلامك معناها الجاهزيه هي اللي تمشي نورمالمون نورمالمون تعيش مسك صحيح تو فهمت ما يسمش عنا مش دو بوا دو ميزور ما راه يسمع عنا هو نحسوا فهم لاعبيه عندهم مكانه خاصه ما يتمسوش نجم بعد مسكني راه نجم مش الفورما نتاعو نجم بعد كما قلت لك وقت نجيو نلعبوا المرحله الاخرانيه تاع التصفيه هذا نجم يكون نعمل له موتيفاسيون نجم يكون مسكني موجود فهمني يعني ما يلزمش تكون ليكيب ناسيونال يلزم واحد يتعب باش يمشي ليكيب ناسيونال يلزم يبرز توا خدين بن يوسف صحيح برز مليح في الفريق نتاعو سيف الدين الجزيري برز بصفه خاصه تلعب في الزمالك وتمركي وتسجل وتهز من البطولة واحد يعني بروز بصراحة ما تنجمش ما تعيطلوش فهمني نحب الملاعب كي يجي لي كيب ناسيونال يجي على أساس المردود نتاعو مع الفريق نتاعو ومع المنتخب بالطبيعة ياس الصخيري كيف كيف يعني كان ممتاز يعني في الفريق نتاعو كنت فهم لاعبين ما يلعبوش معناها سيف الدين الخاوي مسيف كامل معناتها في جربة معناها رجعت اليوم مع كليرمون سيف الدين الخاوي اخر ماتشات تقريبا لعب 10 دقائق و20 دقيقه معناها ما بالضبط سيف الدين الخاوي وشفته كيف لعب الماتش لو تيتولير نقطه استفهام كبيره تشوف الرندمون نتاعو تفهم ما 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 حتى البوست اللي يلعب فيه لعبنا 4-3 الخاوي ما يلعبش في كولوار يلعب فيها كولوار يلعب في الوسط براتيكمون للليكيب ولا ديزيكيليبري كلها يعني ثم ملاعبيه قاعدين يجيو ليكيب ناسيونال اش قلت لك ما تعرفش ان انا يفاجئوك ما يجي ملاعبي اخر اللي احنا مش موجود يعني في الرادار تاعنا جم بسرعه سامية ملاحظه اخيره غير فنيه بالمجد في كل معناتها في كل بلدان العالم التلفزيونات الوطنيه تعدي مباراه الفريق الوطني بعد استحواذه على كأس تونس اليوم وداع الجري معناتها يستحوذ على الفريق الوطني وصور الفريق الوطني ومباريات الفريق الوطني تتعدى
التوانسه ما يفرجوش. ما عندهاش علاقه بوديع الجويل، الحكايه الفيفا عندها اجراءات، التلفزه الوطنيه ما شفتش من الفيفا اجراءات نتاع التلفزه الوطنيه هي 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 المفروض تعدي، معناتها تعدي المباريات. اليوم نحن نلوجوا في في ليبيا 218 واحد دخلوا وديع الجويل هنا، هو لا هو لا رئيس الجامعه التونسيه ايش دخلوا في الدواء عند الفيفا يا دواء كيفاش لي دواء عند الفيفا؟ معناتها ايطاليا بشويه ايطاليا عديوا فيها في في تشاد تصفيات كاس العالم عند الفيفا يا سامي، مباراه ايطاليا ومباراه فرنسا يتكور اليوم فرنسا والمانيا الجامعه ما عندهاش دخل، وين يتعداوا الجامعه ما عندهاش دخل؟ القنوات الرسميه هو شويه البلدان من الفيفا يا سامي، القنوات الرسميه التلفزات الوطنيه هي اللي تعدي المباريات الرسميه للفريق الوطني. اي معقول ما نقعدوش نحن نلوجوا في ليبيا 218 وفي في تشاد 409. يعطيك الصحة، شكرا لك سامي. كمال زعيم شكرا لك، يعطيك الصحة. أيضاً ولد السيد شكرا لك على حضورك معنا. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا لانس الجويني أيضاً في الإخراج، تقوى المديوني في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام المنطقة.